يعني ليا تحت الهواء بدك الكنزة وبدك التياب كله، لأنه كنتي فضحتيني. هاي على الهواء بدي أقولها، هاي ف تياب العيد، ما تياب هاي تياب العيد. يعني وصلنا على محطة بتهم كل سيدة وصبية، وبظل ارتفاع الأسعار اللي كنا عم نحكي عنه أكيد كتير من السيدات والصبايا بيلجأوا لأنهم يدبروا أمورهم عن طريق هيك يوفروا نوعا ما ويحافظوا على مظهرهم اللائق بشيء ما كتير مكلف أكيد ليا. طبعا سالي، كيف فينا نعمل إعادة تدوير لتياب هي كانت عنا أو لقطع هي كانت عنا، وأهم شيء كيف طريقة تصنيع الكمامة لحتى نحطها وتلبق كمان لتيابنا؟ يعني هلا انه ضروري الأناقة. ضروري صارت الاناقه، ما عم نسلح الكمامه، فمشان هيك رح نحكي كثير عن افكار مع المصممه منار الخطيب، مصممه الازياء. صباح الخير منار، صباح الخير، يسعد صباحك، كل يسعد عام وانت صباحك. بخير. كيفك؟ كيفك سالي؟ منيحه هلا، كيفك منار؟ هلا يعني سالي. عم نشوف القطع الجميلة اللي انت حاطتيها، ويمكن لفتت نظري انا وليا، وهلا بس لنخلص بنشوف شو رح هلا ناخذ منها. أكيد. خبرينا شوي عن هيدا القطع، هي كانت عندك او هي كانت عبارة عن شيء مثلا ممكن انت ضفتي له شيء ثاني واكب الموضة اللي نحن هلا فيها؟ تمام. هلا اول شغله نحن بدنا نحكي شو خطوط الموضه. خطوط الموضه هي بحر بهالفتره هي اللي نحن كل صار في بالنسبه لإلها. خطوط الموضه كل صبيه بتقدر تاخد يلي بيناسبها منها، بس في خطوط اساسيه بتروح وبترد بترجع. هلا على سبيل المثال نحن رح نذكر فرضا التايجر. التايجر لهالسنه نازله كانت فينا نقول من السنين الماضيه وردت رجعت هلا بقوه. صح. فينا نقول اذا نحن عندنا بالبيت قطعه مثلا، الا ما كل صبيه عندها بنطلون، اوقات بتحتار انه يا بدها تلبق ابيض او بدها تلبق اسود او بدها تلبق الوان ثانيه. فنحن بنكسر القطعه التايجر بقطعه كلاسيكيه اللي هي قطعه فوقانيه سوداء. هلا لحتى نكسر هي المعادله ونقدر نعملهم طقم ما يخليها انه قطعه بيز اساسي تحت مثلا وقطعه كلاسيكيه من فوق، فانا عملت تعديله هيك يعني بحكم انه دارجه موضه لطقومه تمام، فبتلاقيها مايله للطقم اكثر، ان كان بنطلون وبلوزه ويكون مدخلها بقلبها شيء بيشبه القطعه الاساسيه التحتانيه، او اذا كان بنطلون ساده فيه كلفه وفينا نكلف فيها للقطعة الثانية كمان الفوقانية بكلفة بتناسب الكلفة التحتانية. نعم. بالنسبة للبناطلين هلا على سبيل المثال هذا مثل ما هلا كنت عم بشرح انه هذا بنطلون تايجر مثل ما هلا شايفين سادة. هلا انا عندي بلوزة بيضة اوكي وعندي شقفة شيفون تايجر قصيتها من عند الهري وعملتها طقم مثل حلو. ما اللي شايفتي كثير حلو. هلا ممكن تختلف اوقات نقشه التايجر على حسب، بس ممكن انت بقى كله تعدي بيتلبق على تتلبق. كله. هلا هذا عندي يا قديم حلو تمام اوكي، فتقاربت يعني هي انا الفكره اني حطيت قطعتين بيشبهوا بعض تمام والاثنين بيلبقوا لبعض. صح تمام. فالفكره منها انه انت فيكي تستغلي اي قطعه بالبيت شو ما كانت طبيعتها كلاسيكية تقدري تحوريها لطريقة انك تقدري تقلبيها لطقم ضمن تيار الموضة. يعني الصبية ما لها حجة تقول ما بتزبط القصة. هيدي واحد. منار خلينا نرجع لطريقة تدوير التياب والقطع يلي نحن عنا ياهن، ولكن خلينا نحكي عن طريقة صنع الكمامات بالبيوت. كيف فينا مثلا نعمل تايجر كمامة؟ أكيد لك أكيد. هلا خلص أنا بدي تايجر، بحب التايجر. هلا لك شغلة بالنسبة للكمامات، أول شغلة الكمامات هي معروف عنها هذا الشكل هلا اللي هلا دارجة يمكن أخذ شكل السوداء السوداء والباتمان اللي نحن بنعرفها بالأفلام اللي هي دارجة. هي هذيك الكمامة هي منزلية هي للبيت. هلا كيف نحن بدنا نحافظ انه نحن نستعمل كمامه صحيه؟ اول شغله في عنا قماش اللي هو موجود وسعره منه غالي تمام، اللي هو الانتروسونيك هاد اللي عم نحكي عنه، اللي هو الشاش اللي مثل هو مانو شاش، هاد بيمنع الذبذبه. شايفتيها مثل ما لك شايفتيها بيمنع. وين موجود منار هاد؟ موجود بالحريقه. موجود بالحريقه فيها تنزل تقطع منه، شايفتيها على السماكه على طول 10 سنتي عرض 10 سنتي تمام، فيكي تقصيها وتدخليها بالقماشه اللي هي موجوده بين ايديكي اللي رح نقول هاد نسيج غير منسوج. الفكره منه هذا النسيج غير منسوج ممكن نحن نستعيد عنه بقماشه قطن تمام، وممكن نستعيد عنه بهي القماشه.
هي ما لها مكلفة بانه نحن نصنع هيك كمامة مثل ما انتم شايفين، لانه هيدي بتكون صحية طبعا. لا هي صحية لانه هي طبقتين، لانه هي طبقتين. الفكرة منها صحيتها انه هي عازلة، هي القماشة الزبزبة ما تطلع لبرا، هي الغاية انه الزبزبات اللي السعلة اول هي صحية. ولكن احنا عم نسأل مشان مشاهدينا في حال سألوا انه صناعة الكمامات هل هي صحية، بس بدنا ننوه انه يعني هي ما بدها تعقيم قبل حطة او هيك. لا هي لمجرد انك انت حتى حطيتيها بالشمس لفترة، ما انت الكمامة القماشية بالاساس انت عم تغسليها وتعرضيها بالشمس، اوكي؟ اجباري هي بدها تتعقم لانه هي صحيح. الشمس لحالها معقم. طب ما نعرف فينا نعمل شيء هلا او فورا؟ يلا نحن عم نحكي انه فينا نحطهم بالشمس او فيها بالمكواية كمان فينا نعقمها، هي المهم حرارة صح منار؟ تمام. هلا هي المكواية الغاية انك انت وقت بدك تعملي الكسرات تبعات حتى تاخذ المجال صحيح اكثر للكمامه. هلا انا رح حط شكلها بشكل دبابيس لحتى بس ارجي بطريقه، لانه هي ممكن نحن نستعيد عنها بالخياطه. يعني هلا انا عم ثبتها بالدبابيس وهي ممكن تتخيط خياطه بالايد، يعني ممكن نستعيد عنها انه ما نستعمل ماكينه الدرزه. تمام. يعني منار مثل ما عم نشوف بطريقه كثير سهله فينا نعمل كمامه بالدبابيس او بالابره والخيط. هلا الدبابيس انا اسرع لي بس بالابره والخيط بالابره ولا لازم مكانه ليك مثل هي بالابره وبالخيط. مثل ليك الكاميرا عندك هي فينا نشوفها. يعني وفرتي منار او وفرت هيك الست المنزل اللي عندها ايضا اطفال وبدها تلبسهم كمامه على حالها كمان مصاري، وخاصه بالظروف بكمامات صحيه وطبقتين. نرجع بنقول مثل ما قلتي لي، الطبقتين بتكون هي عازله وايضا بتحمي من الرذاذ اللي هو اهم شيء. فينا نستعيد بشغله ثانيه، نحن اذا ما لقينا هي بس هي موجوده بالاسواق، في عنا فازلين بطبقات بسمكات معينه، هي الفازلين مثل ما انتم شايفين هذا هو هو الحراري اللي هلا كنا عم نحكي عنه هلا بالمكواي بالمكواي. ففينا نحن بنفس هي القماشه نفسها نطبقها بالفازلينه ونعمل لها الكسرات، هي عباره عن ثلاث كسرات مثل ما انتم شايفين تمام، ونلزقها بالمكواي بتصير ومن هون الدرزة مثل ما انا شايفه. طيب منار، بما انه كنا عم نقول انه القماش لحاله ممكن هو ما يكون عازل او ما يعزل الرذاذ، ولكن خلينا نحكي كيف فينا نعمل على الكمامة الصحية ديزاينات نقدر مثلا نحطها هلا بالعيد. هلا مثل هي بعد ما سوينا الكمامة، لحظة مشان العالم ما يقولوا لنا شو فايقين ورايقين، لا انه هي صارت من حياتنا اليومية فلازم يكون في لها شوية ديزاينات يعني مثل مثل اي مثل مثل قميص مثل الكنزة. هلا المريض بيضطر يلبس الكمامة الصحية لحتى تمنع الرذاذ او اللعاب او السعله او يطلع لبرا، بس الصبايا يلي ما فيهم شيء للوقايه وقاعدين باي مكان او طالعين مشوار لابسين فستان مثلا يحطوا ممكن بالكبير مثلا عبكة كثير حلوه تمام ستايلك ثاني، هي ستايل ثاني مختلف، هي ستايل ثاني، هي ستايل الصبايا. ايه بس خلينا نحطها بيضاء بيضاء على حسب اللبس، على الازرق على حسب اللبس. ايه على حسب اللبس. على فكره كثير حلوه شهيتينا الكمامه. طيب هلا نحكي كمان عن نرجع لاعاده التدوير تبع الالبسه. عندنا مثلا بالبيت اي قطعه جينز، هلا نحن بدنا نقلب، نحن الفكره اليوم كانت بحكم نحن اعياد، فنحن الفكره من السبور لسبور شيك، فبنطلع شوي للرسميه اكثر. هلا عندك جينزات على سبيل المثال، انا حدا كثير بحب وقت انا تقل قطع او اعملها اقلبها للسبور شيك استعمل الجبير والدانتيل والشيفون، دائما بيعطيها فخامه للقطعه وبنفس الوقت بيعطيها تقل. فشو ما كانت القطعه، قطنيه ولا جينز ولا فينا نقول ما فيني اقول لك طول، فيني اقول لك ماشي ثانيه اللي هو فالي اللي هي بتجي مثل البوبليني مثلا مثل القميص العادي اللي مثل انا لابسته مثلا، فممكن تدخلي له شيء والجينز مثل ما هو مالنا شايفين، دخلت له الجبير والدانتيل مع بعض شويه اكسسوارات انقلبت سبور شيك، صارت شوي مايله للرسمي، طلعت عن الكلاسيكيه.
نجي لهون مثلا كمان فكره من الافكار اللي ممكن نحن نطرحها ونعرضها. هلا دارج القطع التوبات القصيره كثير صح تمام، بس بالاضافه لإلى غير انه دارج التوبات القصيره، دارج المفرغ، يعني انت بتغذيها من عند الصدر ومن تحت من عند البطن، فاللي ما بتلبس لتحت البطن يا اما بدها تكلف بالشيفون يا اما ممكن تكلفها بهي الطريقه مثل هي مثلا، شايفه هي سبور هيك نحن حطينا هي تشيك سبور تماما. يعني شوية مثل ما بيقولوا شوية تفصيلة صغيرة عدلتها وطولتها للقطعة حلوة كتير فينا. بس قبل ما نختم في شيء هنيك حاجكية هلا ما بقى معنا وقت عرفتها. طيب هي قطعة مثلا صارت عنا مضروبة بحكم هلا كنا عم نحكي على الجبير والدانتيل، جبيرة بالسوق بالحقيقه ممكن نلاقي منهم أكيد. على حسب تطبيقه اللون طبقتها هي فرطت ما عاد تقدر ارجع لانه هلا دارج التريكو التريكو المنسوج صحيح تمام، فعلق بتعرفي انه هو طبيعته دائما بينسل، فنحن شو بدنا نعمل بديل لحتى نحن نحافظ على القطع اللي حابينها. فجبنا دانتيلي وحطيناها على ظهر محل القصه. كثير حلو كثير حلو منار، يعني نحن كنا بدنا نتمنى ناخذ وقت اكثر عم ناطرينك بحلقات ثانيه لانه شغلاتك كثير خلص خلص وقتنا عليها، بس خلص بعد الحلقه كمان بناخذ نتعلم كمان منها كيف نعيد تدوير لانه نحن كثير بنحتاج بلبسنا انه ما فينا نكرر كثير كثير كثير، وهلا بالغلا ما فينا كثير 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 نشتري. اعاده التدوير احلى لانه بتعمل توازن بينك وبين القطعه اللي بتعمليها مثل ما بدك. صحيح شكرا كثير لك، ينعاد عليكي وناطرينك بحلقات جايه ان شاء الله. باي 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 باي. شكرا لك منار وكل عام وانت